بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على كل أنبياء الله بدون نقصان، كلهم أسياد للبشرية وأهل الجن، أحب من أحب وكره من كره، لأن السيادة لا تكون إلا لمن أرضى المولى، وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والتسليم. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. أشكون مش يمدنا بالعون وينجينا من عدوان المعتدين الآثمين؟ والله حتى جاء أي أقدم، حتى أتاهم نصرنا. النصر هو الإغاظة ويغلبك على عدوك، وإن قل عددك وقلت حيلتك وقلت عدتك، لأنه وما النصر إلا من عند الله. ويقول مولانا سبحانه وتعالى وجل جلاله لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو حبيبنا ملاك وحباؤنا أخوانه الكرام الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني يأتينا نصر الله حتما، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، فابشروا والنصر قريب. مدة طويلة منهش موجودين كأمة، احنا مشتتين بالعالم، لكن التشتت ذاك هو من قصد الرحمن أن يعذب أعداءه أجمعين بالتمام والكمال. ألمانيا خائبة، لا تفتك أرض ألمانيا منهم عن طريق الصادقين من أهل الإسلام أتراك وغيره. فرنسا نفس الشيء، خاصة النازلين من المغرب العربي ومن أفريقيا، والكلبة العجوز اللي صالت وجالت في العالم وخربته وسلبته، هي من العالم خاصة من آسيا، خايفين من أحرار الهند من المسلمين، وأحرار باكستان شرقيها وغربيها والسلام.